اليوم جينا لزيارة وافتتاح المتحف العراقي بعد فترة طويلة من الصيانة وعلى التهيل. هذا اليوم يوم 6 آذار هو يوم التسامح لعنا عليه العام الماضي بمناسبة زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا للعراق، وكذلك صادف الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا واللقاء التاريخي مع سماحة المرجع الإمام السيد السيستاني. طبعاً هذا المتحف يعكس إرثنا الحضاري التاريخي، ونحن نعتز بكل حضارتنا بتاريخنا، نعتز بإرثنا الإنساني، وفخورين به، وكل الناس تتمنى عدة تاريخ مثل تاريخ العراق. هذا اليوم يوم مهم جداً، يجب أن نستنبط منه العبر والتجارب، ودائماً التاريخ أو المتاحف تعكس الإرث، وعليه يجب أن نحمي ونحافظ على متاحفنا ونعمل على العناية بها. وأطلب من وزارة الثقافة وكل مؤسسات بدول العراق دعم كل المشاريع اللي تحفظ التاريخ، لكي نتعلم من التاريخ، نتعلم الكثير، وكذلك نتحمل مسؤولية في نقل هذه المسؤولية على عاتقنا من جيل إلى جيل. مثل اليوم احنا فخورين بأجدادنا بعظمانا، نتمنى من أجيال المستقبل تفتخر بالتاريخ اللي قاعد نعمل كلية سوية على صناعة من أجل العراق ومستقبل العراق. طبعاً التاريخ عبر كما ذكرت، وكثير من تاريخنا بجوانب إنسانية، وعليه يجب أن نستفاد من هذه العبر. يوم التعايش والتسامح يوم مهم. التسامح مو فقط كلمة وإنما تجربة تنعكسها عن طريق التاريخ، وعليه يجب أن نتعلم شلون نأسس لمفاهيم المحبة والتسامح في مجتمعنا ونبذل التطرف والعنف. أطلب من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية العمل على تنظيم زيارات منظمة لطلابنا، لشبابنا، شاباتنا، حتى يتعرفوا على هذا التاريخ ويحسوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، لكي يتحملوا مسؤولية تبني عراق يليق بالعراقيين ومستقبل يليق بنا جميعا. مرة ثانية أشكر كل العاملين على هذا الجهد الطيب. أعرف تحدياتكم صعبة، ظروفنا إن شاء الله تصير أفضل وأفضل وأفضل، لكي نبني العراق سوية من أجل العراقيين وكرامتهم. مرة ثانية أشكر الجميع وأتمنى التوفيق لكل الإخوان ساهموا بهذا الجهد. البعض قد يعتقد بهذا الجهد بسيط، لكنه جهد كبير لأنه يؤسس لأرشفة للتاريخ العراقي في سنين صعبة، وإن شاء الله هذه السنين صعبة نعبرها ونصنع الأمل والتفاؤل للأجيال وأحفادنا. شكرا جزيلا.